دخلنا الامتحان دازت المتناول، كنت شي مراجعة غادي تجاوب، ما مراجعة ما غاديش تجاوب، وماشي شي حاجة اللي صعيبة يعني، ماشي بحال هذوك، ماشي بحال داك العام اللي فات، داك العام اللي فات دوزنا كان صعيب، حنا اس فيتشي ولكن بحال بحال نيت الفيزيك توا توا قواعد بديت نقول، هو الصراحة نقول شي حاجة هاي راسها بعدا حنا جاتنا مرخية، أصلا حنا قلنا في القسم ما كاينش كيتجر، وتا الأساتذة مطمرين واحد مريح ليه واحد مريح ليه ما كاينش لي صراحة حطونا واحد الوطنية صعيب بالنسبة للعلوم الفيزيائية وحق الرب. ندوز لكم كلمة الدري هضر عايش الصراحة الامتحان كان صعيب شوية، الدري عشرة جا معايا كاع في القاعة راه تيهز راسو تيلقاني تنشوف فيه تنهزها تلقاه تيشوف فيا وما كتبنا والو الصراحة وحق الله ضروري الحروز وداك الشيء وداك الشيء ما نافع وداك الشيء عتواد الامتحان فيزيائية كي تكون علوم فيزيائية خاص تكون ضابط داك الشيء ما كان لا نقل لا والو صراحة حتى حراسة ظريفة وما كيتعاونو حتى من ناحية المدير هذاك الشيء تيجيرو مزيان ولكن عارفين هما الامتحان صعيب عارفين ما غنجيرو والو داك الشيء علاش تلقوا لينا اللب ولكن باش نقولوا لا شي حاجة راه ما كاينش كاينش كيف وجدنا ولكن المشكلة هذاك الشيء اللي وجدنا راه ما لقينا فيه طرف هنايا وحق الله حنا تعادوا في هذاك 10 شي 10 بحال هكا فيزيك بارا لقيتش نص ساعة وانا تنكتب فيه في الاخر لقيته على 0.25 وفيه صفحة ونص هو هذا الشيء اللي عطا الله الله يجلي فيها الخير وصافي هو امتحان زوين صراحة الناس اللي حافظة راه غادي دير فيه شي حاجة ما حفظتيش راه الغضب الله بو يجيك داك الشيء صعيب والحراسة حتى هي كانت زوينة واش هو هادشي اللي كاين اخويا هو شوي شوي فهمتي داكشي ما كانش مزير ما كانش مرخي بديت نقول راه كاين غير داك العجب ما عرفت منين جابوه لنا شوف اخويا تاوي هرازي هرازي انا عطيتك يا خويا السلام عليكم شي هذا والله الا طحل الفيزيك بيضر بشي 18 ولا 19 الدراري اقول لي بغيت تفرجوا فيا ادعيو معنا نجحوا في هذا الباك الله يحفظكم